يعني ما كاش حاجه اللي نجم نعبر بها، يعني هذا شرف ليا وفرح ليا وما نشعر، يعني الشيخ من الشيوخ الكبار تاع 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 الجزائر، هذا شرف ليا، هذا يعني يبقى شيء في التاريخ، وكي يبقى في التاريخ هذا يفرح. هو دار اسمه، وحنا جايين درنا كاع كما كاع الشيخ داروا اسماوات الله يبارك، وبه هو ثاني، واليوم راك تشوفه وجه الجمهور الله يبارك غاشي كبير، وهذه هي ان شاء الله، وربي ثاني كما قال يطول عمره ان شاء الله. هضره في التكريم تاع الحاج بوجمال العنقيس، ربي يطوله في عمره، فنان كبير، فنان عمده الاغنيه الشعبيه، وعلى كل حال هما كانوا في وقت الحاج محمد الله يرحمه، في وقت الحاج مريزق، في وقت باسكو الله يبارك، وقريب 90 سنه الله يبارك، ربي يطوله في عمره، دونك الحق بالناس هذوك، وهذه يعتبر من اعمده الاغنيه الشعبيه في, في, في الجزائر على كل حال، وهذا شرف لينا على كل حال. لما رانا جمعيه ما ولا ولاد القصبه حبوا يكرموا الناس الفنانين هذوما اللي كانوا يتسمى نهضوا في القلعه تاع القصبه، حبينا نكرموهم، والتكريم هذا يتسمى بوجمال العنقيس، ماشي نعرفوه من اليوم ولا حاب، بوجمال العنقيس معروف من بعد حاج محمد العنقيس. هاد البرنامج خططنا له من قبل، حبينا نديروا اليوم 23 يوم خاص داخل البرنامج بيان سور. هذا الحفل اللي شفتوه اليوم، هذا البرنامج واش درنا فيه؟ درنا ان سيركوي لا كاسبا لي زوتر كومون لي زونفون تاع لي زيكول اللي ما يعرفوش واش معناتها القصبة ولا اي نون با اونكور فيزيتي القصبة. ربي يا كبير، ربي يا كبير.